من الإيمان بالله الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة من غير تحريف ومن غير تعطيل. تحريف هو التغيير، تغيير الألفاظ أو تغيير المعاني، هذا هو التحريف. تحرف الألفاظ، يزاد فيها أو ينقص، مثل استوى قالوا استولى، هذا تحريف، تحريف لفظ زاد حرف. ومن تحريف المعنى تفسير الاستواء بالاستيلاء، وتفسير اليد بالقدرة، وتفسير الوجه بالذات، هذا من التحريف، تحريف كلام الله عز وجل. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أو عن مواضعه، تحريف هذا.